احنا اليوم عندنا شطر مميز في يوم مميز اللي هو يوم الام، والحقيقه مركز حمدان بن محمد لاحياء التراث قدم شمس دبي هذا التذكار الجميل، يتكون من 100 قصيده ل 100 شاعر من شعراء الامارات كتبوا في يوم الام لسمو الشيخه هند بنت مكتوم بن جمعه ال مكتوم ام الشيوخ، عسى الله يطول في عمرها باذن الله، كاهداء وتقديرا في يوم الام. واول من كتب واول قصيده كتبت هي بلسان سمو الشيخ حمدان بن محمد ال مكتوم اللي كتب في والدته، ولا شك ان كل الامهات يستحقون، وهذا يتزامن اليوم مع اطلاق الشطر اللي اطلقناه اليوم. ان شاء الله نتمنى ان تكون المنافسه عليه كبيره.